موضوع مخالفة السير هو أصدر فيه يعني منشور. السيد وزير العدل أجاب على الموضوع يعني في سؤال حكومي. إذن هذا الموضوع كده ما بقاش كثير إشكال، يبدو أن خطأ ما ارتكب كان وكان لا ينبغي أن يقع. وأقول من موقعي كوزير دولة الحديثان ما وقع ما كان له أن يقع، كان فيه خطأ القانون، الحمد لله أنه توضع إلى حد.